الاستثمار الزراعي في تركيا، كثير من الناس بتسمع عنه لكن ما بتعرف كيف ممكن تدخل بهذا المجال وتكون مترددة فيه بسبب عدم وجود المعرفة مثل ما ذكرنا الكافية بالقوانين أو حتى التعليمات المتعلقة بهذا المجال ومجال الاستثمار الزراعي الكبير صراحة بتركيا. نعم، ومعروف تركيا أعزائي المتابعين والمتابعات بالتنوع الأراضي فيها وبالتالي تنوع المحاصيل. نعم. وأنها بلد مصدر للفواكه للعديد من دول العالم. نريد أن نتحدث عن فكرة الاستثمار الزراعي والفرص المتاحة به، وأيضا في ذات الوقت مع العقوبات أو عفوا العقبات والمصاعب التي قد يواجهها أي شخص يفكر بالاستثمار الزراعي. نستضيف الآن صوتا وصورة الأستاذ بسام العمر المستثمر في مجال الزراعة ومزارع الدواجن والأغنام. تحياتي لك أستاذ بسام. ألو، أهلا وسهلا، يسعد لي صباحك أستاذ بسام. يسعد صباحكم جميعا إن شاء الله. الله يعطيك العافية ويبارك فيك أستاذ بسام. كنا نتحدث، تسمعني بشكل واضح الآن؟ نعم جميل جميل. كنا نتحدث أستاذ بسام عن فكرة الاستثمار الزراعي في تركيا. العديد من المستثمرين ربما لديه رغبة بالفعل في التوجه نحو هذا الموضوع، لكن ليس لديه تصور متكامل كامل، ليس لديه تصور للعوائد المتوقعة، ليس لديه تصور عن المصاعب الموجودة. دعنا نتحدث عن أهمية الزراعة ابتداء في تركيا. سؤال وبرنامج جميل جدا، مجال رائع مقارنة مع مجالات الاستثمار الأخرى. نعم. والأخت يعني محتاج لموضوع الخبر. الخبر قد لا يكون نفس المدة الزمنية للأجل الزراعي الصناعي، ولكن تجربات أخطاء في المجالات المتنقلة بين المستثمرين أو من يرغب في الاستثمار. نعم. المشاريع الزراعية والمشاريع الحيوانية هما عملين، يعني وجهين لعملة واحدة في الفرق. عملات بالمية لا تقل في هذا المجال. ولكن صعب جدا على الجميع أن يدخل هذا المجال. علما سهولته وسهولة تعلمه مع الوقت، يعني موضوع ما هو. نعم. طيب أستاذ بسام صراحة يعني ما شاء الله أكيد مثل ما ذكرت أهمية كبيرة لهذا القطاع وهذا المجال بتركيا وبكل مكان بشكل عام، لكن إذا بدنا نحكي حضرتك أكيد مريت بأثناء بداية عملية الاستثمار وبداية محاولاتك للاستثمار في هذا المجال، أكيد في محاولات باءت بالفشل، شو هي يا ترى الأسباب يلي عم تواجهك أو اللي واجهتك بهذا المجال؟ وهل يا ترى مجال الزراعة والثروة الحيوانية مجال الاستثمار فيه غير مجدي؟ الاستثمار الزراعي والاستثمار الحيواني نعم. طبعا في البداية لم أدخل المجال من الصفر، لأنه في الخبرة الزراعية هو ما تعلمته مع أبوي أيام كنا صغار في القمح والجرسيم، فكان عندي خبرة ولو حتى مع تغير أو تطور الصناعة الزراعية، إلا أنه كان موضوع مسهل بالنسبة لي. ولكن في هذا المجال صار تقريبا سنة ونص بعد البحث والسفر وزيارة المزارع، التحدث مع المزارع، جمع المعلومات اللازمة في النهاية. فشل المشاريع عادة في تركيا عدم المعرفة في المجال، الدخول العشوائي بشكل كبير، عدم اختيار المنطقة والمنتج الصحيح. هذه يعني وضع التركي يختلف عن ذلك. العمالة مثل كثيرة، يجب اختيار عمالة، موضوع يحتاج لصبر وأحمالية في نفس الوقت، يعني مش مثل بيع أرض أو بيع شقة أو بيع وزمن وينتهي، هذا موضوع بالصبر. طيب من هنا أستاذ بسام دعني أسأل هذا السؤال، برأيك يعني أنت ذكرت أنه كنت مع والدك ونشأت في هذا الجو وفي هذا المحيط، محيط الزراعة، وبعد ذلك هنا أنت في تركيا، يا ترى إذا أردنا أن نضع
مفارقة أو هيك يعني تصف لنا ما هو الفرق بين الاستثمار الزراعي الموجود في دول عربية وحيثما كنت والاستثمار الزراعي هنا في تركيا؟ سؤال ودي. الفرق بين البلد بين تركيا والبلاد العربية استثني سوريا من الموضوع. كانت متقدمة. نعم. سوريا كانت المنافس الوحيد في البلاد العربية. نعم. المجالات الزراعية والحيوانية عموما، ولكن ساعة الظروف تغير الأحوال الآن هي تركيا هي الحاكم. نعم. يعني المفارقات ليست بسيطة بين البلدين. العامل الأول إنه تركيا بلد صناعي. نعم. بلد غير مستورد. يعني لما نقول بلد صناعي تنتج كل ما يحتاج مجال الزراعة. محركات، المقاطع، أنظمة ري، أسمدة، مبيدات، حتى البيوت المحمية سواء للأسمدة الحارة أو للأسمدة البارد، البيوت المحمية المستعملة في البلاد العربية يعني 80% منها إنتاج مع الأسف. نعم. فالمجتمع العربي المستورد يعني استيراد أكثر منه، هذا عائق كبير جدا يعني. نعم. كانت محاور المياه أمريكية، كانت المعدات الكثيرة الحرات كانت كلها ألمانية، في النهاية حتى البذور كانت استيراد. فهذه نقطة كانت عائق كبير جدا أمام. نعم. نعم. طيب استاذ بسام، نحن بصراحه فعلا يعني من باب هي الفروق الموجوده حابين نعرف بضوء خبرتك وتجربتك وحتى عملك في هذا القطاع، حابين نعرف وضع الحكومه التركيه بدعمها للمستثمرين بهذا القطاع، لو تخبرنا عن هذا المجال. دعم الحكومه للمستثمرين. نعم. الحكومه للمستثمرين هو برنامج وتركيا يعني ما عندها تأثير بين مستثمر تركي أو مستثمر عربي أو مستثمر أوروبي. نهاية موضوع الاستثمار موجود. جميل. جميل جدا. يكسر اللو في هذا الموضوع، يعني في تنقل المعلومات من الناس من إلى الأردن وكأنه موضوع سهل جدا، أعمل مشروع وخلص الدولة تعطيك دعم، هو ليس بهذا الطريق. أولا يعني يجب الاطلاع، ولكن يكون الحديث بدوافع اخرى غير واقعيه. نعم. جدا جدا لازم. نعم. قد يكون الدعم مادي. قد يكون الدعم عباره عن تقديم ارض من الدوله. قد يكون الدعم خصومات من اسعار الشراء، رفع الضرائب، مبيدات او اسمده مجانيه، مجال الثروه الحيوانيه قد تقدم الدوله مواشي. يعني عمليه الدعم المفهوم العام بين الناس دعم مادي فقط. يوجد دعم انواع متعدده مثل ما ذكرت وطرق مختلفه. الدعم المادي عده اوجه. دعم مسترد بحيث انه ياخذ الدعم المستثمر. نعم. بعد سنين معينه حسب جميل الدعم يسترد المبلغ. يوجد كذلك ميزات الدوله. الدوله عباره عن مبالغ معينه ليست صغيره طبعا. تعتبر هبه من الدوله، هذه غير مسترده. تشترط الدوله تسجيل المشروع لخمس سنوات او 10 سنوات او اكثر. نعم. نوع اخر من. نعم. طيب استاذ بسام، يعني جميل هذا التنوع وباقات التنوع في الدعم، وكل شخص ربما ما بين المشاريع التي أو الدراسة التي يقدمها صاحب أو المستثمر أو صاحب المشروع وتقييم الدولة التركية له وبالتالي تقديم الدعم المناسب. لكن يبقى سؤال مهم، لنفترض بأنه بالفعل هناك مستثمر له بال طويل وفعلا مثل حضرتك مثلا وتود أن تتوجه نحو الاستثمار الزراعي واستثمار الماشي والدواجن، ما هي أفضل المناطق التي ينصح للشخص أن يبدأ بالبحث بها لإنشاء مثل هكذا مشروع؟ أفضل المناطق، يعني المناطق في تركيا أو المدن مثلا. أفضل تركيا، فيها خلاف الأقاليم عامل فعال. وين هي عفوا؟
اختلاف الاقاليم. نعم اختلاف الاقاليم. نعم. هذا ينتج عنه اختلاف التربه طبعا. مثلا منطقه كلاتيا اللي هي منطقه سيرداغ وجرناك وكلاريلي، هذه المنطقه ما بين اسطنبول الى الحدود البلغاريه اللي نسميها. نعم. تنتشر فيها زراعات معينه، هي نفس الزراعات اللي في أدنى او الزراعات في الشرق او الزراعات اللي في وسط تركيا. طيب. الشمال التركي عباره عن شاي وبندق. رياض، بحر ايجا، أدنى، مرسين، شمال البحر القطن، غرفة، مارتين، عباد الشام، منطقة تراكيا. مستثمر أولا تحديد نوع المنتج ينتجه. نعم نعم نعم، جميل جدا هذا الكلام أستاذ بسام. ما شاء الله مثل ما قلت أنه أصلا في عنا مساحات متنوعة وممتدة بولايات كبيرة، في أكيد حيكون تنوع بالمحاصيل. طيب إذا بدنا نرجع نسلط الضوء أكثر على مثل ما ذكرت المستثمر، مستثمر هو سواء كان تركي أو أجنبي، نحكي عن القوانين الخاصة للاستثمار بما يتعلق بالأجانب الموجودين أو المقيمين في تركيا. هذه النقطة سهلة جدا جدا، نستطيع تلخيصها في كلمتين. جميل. ما هي؟ تأسيس شركة. جميل. ممتاز. شركة زراعية. طبعا المستثمر بدل ما يعمل على أرض زراعية يبدلها باسمه، يفتح شركة، يسجل الأرض باسم الشركة. هذه توفر أشياء كثيرة جدا. الأولى حلو، تسجيل الأرض وإقامة العمل باسم شركة تركية، فالدولة تتعامل مع كيان تركي، لا تتعامل مع مستثمر أجنبي. تركي له رقم ضريبي تركي، لا يهم مالك الشركة أو أصحاب الشركة أو مواطنين. مع بعض الاستثناءات لبعض المشاريع، ليس الجميع، مثلا مشاريع الجوز، في حال الحصول على أرض من الدولة تشترط شريك تركي بنسبة لا تقل عن 50%. نعم تمام. الناس خدعت في هذا الموضوع أنه شريك تركي نسبة 1% 5%، شريك سوري. هذا الكلام كان زمان، تغير هذه الملابسات البسيطة هي اللي تعب الناس، قال الموضوع مرعب شوي، ولكن يحل كل المشاكل. جميل جدا. طب استاذ بسام، دعني انتقل الى السؤال الاخير. بشكل عام هل تنصح من واقع خبرتك المستثمرين العرب ان يبداوا بالتفكير بشكل جدي وحقيقي بدخول قطاع والاستثمار في القطاع الزراعي؟ يختلف افكار الناس طبعا في اخر، ولكن المجال الزراعي مجال الغذاء، نتكلم عن مجال الغذاء، جميع الظروف مطلوب شيء اساسي يتخطى كل شيء. نعم يعني اذا في حرب الغذاء لازم، اذا في سلم الغذاء لازم، وفي عيد لازم، اذا في شتاء قارس الغذاء لازم. نعم امر لابد منه، قائمة على هذا الشيء. نعم. اول المجالات اللي انتهنا الانسان البشري هي الزراعة. هذا شيء الزراعة أو الثروة الحيوانية مشاريع ناجحة، فقط يجب معرفة كيف تتعامل مع المسؤولين وين تبيع. نعم. مفيد جدا أكثر من مشاريع أخرى قد يخوضها الشخص وباءت فشل عموما، يعني يوجد نماذج لا تعد ولا تحصى. طبعا أنصح الجميع في هذا المجال لأنه مجال ثابت. تمام. يعني عقار مقاولات ما اختلفنا، مجال ناكس جدا. تركيا بلد زلال. نعم. راح المشروع وراح راح الزراعة، الأرباح موجودة 100%. الزراعة موجودة. نعم نعم صحيح صحيح. نعم. كلامك والله، لكن لربما تحتاج أستاذ بسام مزيد من الصبر، صبر وطولة. نعم. البال حتى بالفعل يرى الشخص أو تبدأ بعد ذلك يدر هذا المشروع.
العائد المتوقع منه. طبعا نحن أستاذ بسام أشكرك شكرا جزيلا، تحدثنا في مجال الاستثمار الزراعي بأبعاده المختلفة، لعله في المرات القادمة نكسبك عن نظيف هنا في الاستوديو ونتحدث بشكل مفصل أيضا عن الاستثمار في المجال الحيواني، الدواجن، تربية المواشي، وأيضا طرح مزيد من آفاق والأفكار نحو هذا الاستثمار للمقيمين هنا في تركيا وأيضا للمستثمرين خارج تركيا الراغبين بأن يكون لهم مشروع ما في تركيا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بسام العمر المستثمر في مجال الزراعة ومزارع الدواجن والأغنام، حياك الله.